준비했을 때 됐네. متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله، وتكون غير ازمه وتفوت. كيف معودتكم قناة شوف تيفي، فاحنا كل نهار كنشوفوا الناس المحتاجه، الناس اللي عندها مشاكل، وكنحاول نوصلوا صوتها لا بالنسبه للمحسنين ولا نوصلوا صوتها كذلك المسؤولين او الراي العام. بالنسبه اليوم معي واحد السيد مزوج وعنده وليدات، المشكل اللي عنده انه عنده مرض ديال الروماتيزم. هاد المرض هذا تسبب له في مشكل في الرجل، ياك سيدي مشكل في الرجل. الامر اللي اضطر انه خاصو دابا محتاج عمليه كتدير 10 المليون. غناخذوا التفاصيل مع السيد ويقول لنا اشنو واقع بالضبط. السلام عليكم. الاسم ديالك وفين ساكن؟ عبد المولى البيغي، ساكن في الدار البيضاء. واخا، شنو المنطقه في الدار البيضاء؟ انس. واخا عاودنا المشكل اللي عندك سي عبد المولى. انا اختي بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه غادي نقول هي الله يعاون محمد هذا الوباء، الحمد لله ونشكره الله يسمح لنا ويجاوز علينا. المهم انا ندخل في الموضوع، انا اختي مريض، انا كنعاني من واحد المرض اللي هو الروماتيزم. من 2016 دخلني لواحد، هبط شويه الميكرو اخويا عبد المولى. من 2016 دخلت لواحد الرجل، وهذيك الرجل بقات شويه تندير المسكنات، تندير اسميتو لي باريك، تندير المسكنات. ود من تهلكت بزاف. قلت عند الطبيب دوزت، قال لي خاصك عمليه. العمليه كمل العمليه ديال هي عليا بزاف، وانا ما عنديش، عندي 4 الوليدات وكاري. والعمليه اللي الطبيب اللي مشيت عنده تيقول لي 10 تسعود 10، وانا ما عنديش. انا ما ترجى الله، كترجى شي محسنين. واخا عاود لينا على الحاله النفسيه ديالك، عاود لينا كيفاش كتعاني مع هذا المرض هذا. ما كنعرفش اختي بهذا المرض هذا، ما كنعرفش، كنعاني منه بزاف وبزاف وبزاف، ماشي شويه. الضر هذا لابسني 24 ساعه على 24 ساعه، ما تيحيدش مني، تناكل به وتنعس به وتنفيق به وتنوض به، يعني داخل عليا على صحتي وبزاف بزاف، وما خليني ما نخدم ما نردم. وهذا الشيء علاش اختي انا هادي راه عام هذا، وانا كنقول دابا بلاتي مشيت للسبيطار، السبيطار يقولوا لي الرميد. انا شادت السكر باش يعطيها لي القيد، نمشي ندير الرميد، ما يمكنش. ومن كاع سميتو من كاع نمشي للسبيطار الكبير، خاصك تجيب لينا وخاصك تجيب مع الزمان ومع الكرم مع العباد. وشحال كاري يا سيدي؟ انا اختي ب 30000 ريال. وانت قلت لي بانك انت ما خدامش اصلا. وليدات كيعاونوك، انا نخرج انا كي نجي با شي واحد يدير شي حاجه، ولا حنا كنطلع نطلعوا على تاعنا على لا انت قلت لي بانك انت ما خدامش. ما نقدش نخدم انا برجليا، ديالنا راهي جاره، انت شتيني كي دايره حالتي. وقوست لي داري، ما باقيش نقدر نهز راسي بحال هكا، ما يمكنش، مستحيل نهز راسي للسما باش نشوف السما، ما نقدش انا يعني حتى نهز راسي كتكوى نسى لي الرجل. كيفاش جاك هذا المرض هذا؟ اختي روماتيزم، هذا روماتيزم جاني ما عرفتش منين جاني، ما طحت من فوق، ما نعست في الدص، ما والو، عادي شوي بشوي بشوي حتى ركبني الطب. واخا من بعد ملي عرفتي عندك الروماتيزم شنو درتي؟ مشيتي للطبيب شنو قالوا لك؟ الطبيبه اختي دار لي تحاليل، جوج ديال الاطباء، واحد في مراكش، على حقيقتي انا ماشي من انا انا ماشي من الدار البيضاء، انا ساكن في مراكش. هبط شي الميكرو. انا ولد مراكش، وسميت الرزق والاقدار، جابني الدار البيضاء نخدم في واحد الشركه، وكنت خدام ديك الشركه، وجاب الله ظروف ووقفت من ديك الشركه، ما بقيتش خدام. من وراها بعام جاني المرض، واش فقسا ولا الله اعلم. من وراها جاني المرض، بقيت من 2017 وانا ما كنت ندير والو. واخا كيفاش طلبوا لك 10 المليون؟ مشيت عند الطبيب، قال لي انت قال لي عندك واحد المرض، ما اسمي لي، راه عندي واحد الورقه ديال الطبيب، وعندي الدوسي ديالي، وعندي كلشي عندي، الدوسي عندي كل ديال التواصل. اي قول لي شحال طلبوا لك؟ طلبوا لي واحد طلب لي 9 المليون، واحد طلب لي 10.
ايه شنو غيديروا لك في هذه العمليه هذه؟ ركبوا لي واحد لاباري قال لي صافي ود، قال لي انا غير الدواء ديال هذا الروماتيزم غالي والعمليه غاليه ومنوره العمليه قال لي ثاني غالي خصك الدواء وخصك بزاف قال لي. وانا الصراحه انا اختي ما بيت لي فلوس لا والو، انا ما بيت لي فلوس، انا بيت صحتي هدي سامي هدي امنيتي عند الله هدي امنيتي في الدنيا واخا شنو نتمنى من الله سبحانه. انا ما بيت لي فلوس لا والو، مثلا يا محسن شي محسن ولا شي درجه ولا شي بوكي يدي وجه الله اللي وجه الله ما يعطيني لا ريال لا جوج. انا قاعد انا عندي كتاب تنخدم بهم كاين ما حطيتني تنخدم، ولكن ما فرجتش انا الضربه باقي قلت لي نخدم. وانا كما كنترجى الله وشي محسنين اللي جات يحققوا من الرحمه يشوفوا من حالي، ما بيت ما يعطينيش انا ما بيت الدريه، انا يزني الدنيا السبيطار ويفتحوا لي ويديروا لي عمليه هذيك هي هذيك هي عمليتي هي ونوكب. واخا المولى شنو الطلب ديالك من المحسنين اليوم من منبر قناه شوف تي في؟ الله اللي مطلع بيا، المشكل هو انني مرتبك مع الصراحه الله اللي مطلع بيا غير ما كنعس والله ما تنعس 24 ساعه 24 ساعه وتنسى المسكينات واخا. شنو الطلب ديالك المحسنين اليوم؟ الطلب ديال المحسنين هو اختي تعاون معايا على وجه الله، تعاون معايا انتوا اللي صبرتوا وعيبتوا وديروا لي هذا الطريق وخدمي على البنيات هادو. واخا شحال رقم التليفون ديالك؟ 06 سمح لي تسنى 06